أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 50 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية. هذا ونظمت مديرية الصحة بالإسكندرية قافلة كشف وعلاج مجاني وتحاليل لأهالي المنطقة، وذلك في منطقة أبيس الأولى التابعة لإدارة شرق الطبية بالإسكندرية. احنا النهارده متواجدين في أبيس واحد التابعة لمنطقة شرق الطبية لتقديم قافلة علاجية مجانية لأهالينا. القافلة بتشتمل على العديد من التخصصات الطبية، وبالإضافة لخدمة الفحص المبكر لأمراض الضغط والسكر والتثقيف الصحي والأشعة، وعندنا معمل دم ومعمل طفيليات، بالإضافة لأحالة المستشفيات والتقارير الطبية. احنا النهارده بنقدم العلاج مجانا، وجميع التخصصات والأشعة والفحوصات مجانية.